لطفي بن ساسي. لطفي بن ساسي. لا يا ابو لطفي. صباح الخير الناس الكل. اليوم اخر مره باش نحكي فيها على باريس. باريس فما الكنيسيه اللي تحرقت هذيك اللي تقلت عليها الدنيا في قلب باريس. الكنيسيه هذيك قاعدين يصلحوا فيها تو. هاو تشوفوا قاعدين في الفيديو واش عملوا. جاءوا قدام الكنيسه والكنيسيه مازالت مرمه. يمكن يزيدها 10 سنين اخرين باش يرموها. عملوا مدارج. العبيد مدرج يهز 500 مبشر. العبيد يتفرجوا في الاشغال بتاع الترميم. معناها الكنيسيه ما كانوا يزوروها العباد ويمشيوا لها. كي تسكرت الكنيسيه. ديغرادا وهما يتفرجوا. ديغرادا والناس تتفرج. قلبي وجعني، تعرف علاش قلبي وجعني؟ قلبي وجعني على باردو، تفكرت متحف باردو. أي. متحف باردو قدش عنده مسكر؟ من 25 جويلية عام ونصف، داخلين في العام ونصف. عام وسبعة أشهر. سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. تعرف متحف باردو فما سياح يجيو خصيصا باش يتفرجوا في الفسيفساء اللي موجودين في متحف باردو. باش يتفرجوا في الاثار اللي موجودين في والتحف اللي موجوده في متحف باردو. شنو معناها متحف مسكر عنده اكثر من عام ونص في بلاد سياحيه؟ ومن بعد نسبة زاده تربة البي. تربة البي هي في 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 المدينه، هي التربه معناها اللي مدفونين فيها البيت الكل الا المنصف بي ولمين بي، اما البقيه الكل مدفونين غادي. تدخل لها هذه تربة البي تحفة مش قداش عندها مسكرة 11 سنة وقتاش حالت توت البارح ولا توت البارحين شنو هما فرحانين. صارت فيها عملية ترميم راهو يا حاتم. أنا مشيت لها توا 11 سنة ودخلت لها ودرت فيها. ماهوش ترميم كبير ولا طايحة ولا حاجة، تتروشيك مش ترميم. شنو هو معناها راهي أمور حياة إذا كان أنت بعمل على السياحة. لا عندك لا بترول، لا عندك تكسر الفوسفات وتكسر المتاعب بتاعك ايش قعدنا؟ هل سيفتح السؤال مع اول جلسه لمجلس الشعب اللي المفروض تكون بعد اسبوعين معناها حسب التصريح الرسمي لهيئه الانتخابات؟ يا خويا كان ما يحلوش متحف باردو بعد جمعتين معناها فما خور كبير، هذا ايش نقول؟ واضح. باهي، اعطينا البوك بوك ايش قال؟ البوك بوك سواقمان قال لك مو حكم عليه ب 20 سنه حبس. عام على كل قضيه تحيه رفعوها به 20 شخص. حسن سواقمان الجانب الاغلبيه نتاعه. قال لك باش نتنازل على الجنسيه التونسيه نتاعي ونقعد بتمسك بالجنسيه الفرنسويه والامريكيه اللي عنده. عنده ثلاثه جنسيات؟ عنده ثلاثه جنسيات. البوكبوك شو يقول لك؟ يقول لك تبارك الله اللي عنده جنسيات اكثر من اللي غناها مغنيات. شكرا لك لطفي بن ساسي، الكرونيك دو جور وايضا الكاريكاتور دو جور تلقاه على الباج فيسبوك وكيف كيف على اليوتيوب عشان يوتيوب جوهر اف ام، وايضا نجموا تلقاه الكاريكاتور على الانستغرام جوهر اف ام. حبيت نقول شفتك المدرج اللي عملوه باش يتفرجوا في هو مدرج لوح عدا على كمفترق بندحة. قلت لازمهم يعملوا اما يلزموا بيتون على خاطر ما تاع بندحة يلزموا تقريبا 50 سنه اخرين باش يعرفوا. مش لوح. وعندك المدخل ريتو المدخل الغربي للعاصمه هذاك ومفترق بندحة وزيدوا المدخل الجنوبي هذا. اي. ولا كي تخرج من المطار اللي قاعدين يبنيوا فيه هكا تمشي تلقى شي واحد ساعات في يده مطرقه صغيره تك تك تك. ان شاء الله تقول زعما هكا باش يعملوا قنطره. لا اله الا الله. سله سله لوتورو. لا شرابي معك.